في عام 1903 انتشر الوباء في مدينة كربلاء. بداية من عام 1904 أعلنت حكومة القاجار انتشار الوباء في مدينة كرمانشاه محل مرور الزوار الشيعة، وأعلنت حظر السفر إلى العراق. لكن آية الله ممقاني المرجع الديني الشيعي حينها اعتبر أن هذا الحظر منعا للشيعة في تأدية مناسكهم الشيعية وإهانة لهم، وفشل الحجر الصحي الذي تم فرضه على مدينة كربلاء بسبب الملا ممقاني وزملائه. عجزت الحكومة القاجارية على مواجهتهم، وبسبب فتاوى الملا ممقاني وصل الوباء إلى طهران، وتجاوزت نسبة الوفيات في طهران 200 حالة يوميا. بعد 117 عام جاء فيروس الكورونا، هذه المرة إلى مدينة قم الإيرانية، ومجددا منع ملال الشيعة فرض الحجر الصحي على هذه المدينة الشيعية. يبدو أن بسبب ضغط مراجع الدين الشيعية لا يمكن إغلاق الأماكن الدينية. مدينة قم التي كان يقال عنها إذا أصاب البلاء أي مكان فالجأوا إليها تحولت لمصدر أساسي في نشر الفيروس، وعبر تكرار نفوذ مراجع الدين الشيعية التاريخي أصبحت سببا في قتل البشرية.